نروح بقى للمباراة المجنونة الحقيقة اللي اتلعبت امبارح مع مانشستر سيتي ونيوكاسل اللي انتهت بالتعادل الإيجابي 3-3 في الجولة الثالثة في البريمير ليج على ملعب سانت جيمس بارك معقل نيوكاسل. مباراة كانت ممتعة جدا الحقيقة، شهدت تسجيل 6 أهداف فضلت رايحة جاية. السيتي افتتح الأهداف في الدقيقة 5 بعد ما سجل غوندوغان، بعدها اتعادل نيوكاسل عن طريق ماجل ألميرن في الدقيقة 28، بعدها بيتقدم نيوكاسل في الدقيقة 39 عن طريق كالم ويلسون. في الشوط الثاني بيقدر نيوكاسل ان هو يعزز تقدمه بالهدف الثالث في الدقيقة 54 عن طريق المدافع تريبير. مانشستر سيتي بيقدر ان هو يعمل رومنتادا في ال4 دقايق بالظبط ويسجل الهدف الثاني والثالث في الدقيقة 60 والدقيقة 64 عن طريق هالاند وبرناندو سيلفا، وبتخلص المباراة الممتعة دي بالتعادل. بتعادل ده السيتي بيفقد أول نقطتين ليه في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، وبيترك مقدمة ترتيب الدوري لأرسنال، وهو الفريق الوحيد اللي قدر إن هو يحقق الانتصار في أول 3 مواجهات ليه في البريمير ليج.